لك كلمة، وش بتقول للمشاهدين؟ ونبغى التبرعات على رقم الجمعية الموجود أسفل الشاشة، نقرأ أسماءكم، والشباب عندهم تويتر وسناب شات أرسلوا الإيصالات أو في هاشتاج زاهر سبعة. معاك الله يبيض وجهك وجهك يا حبيبي. أنا متفائل اليوم إن شاء الله أن بنمشي خطوات جميلة إن شاء الله في الوقت. شرب الخير. لكن في أسئلة. تفضل. لو سمحت لي الناس تسأل عن إيش الأعمال الموجودة في جمعية عروة. سؤال جميل. ناصر الحربي لك الجواب. تفضل. أعمال الجمعية وش هي؟ الوقف هذا يصرف عليه؟ أعمال الجمعية يصرف على رعاية الأيتام وكفالتهم وأيضا تفريج الكرب بالإضافة إلى أوجه عديدة. لكن بما أن الكاميرا وصلت عندي فاسمح لي أبو عبد الإله. تفضل ناصر. أنا أقول أنا تحديت أمس ولازلت قد التحدي، ولكن في شهر رمضان المبارك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هي ليالي معدودات، إذا ما استغلناها أحسن استغلال تراها مضت في لمح البصر. والمبلغ اللي يدفع في مثل هالأوقاف هذا تراه رصيد يدفع عند رب العالمين، أنت ممكن تحتاجه في الدنيا وتحتاجه أيضا يوم القيامة. وذكرنا اليوم قصة يونس بن متى ذا النون، ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لأن كان من المسبحين وقدم أعمال الخير رب العالمين نجاه من الكرب اللي يا الله أنقذه الله في وقت كان يحتاج الإنقاذ. وهنا الصدقة كذلك لما تقدمها ستجد البركة والتوفيق من ربي. والآيات والأحاديث ترى احنا نعرفها كلنا، ولو قال كل واحد آية أو حديث بنقول والله حافظينها، لكن اليوم احنا نقولها من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أعمال الجمعية موجودة أسفل الشاشة، كفالة أيتام وأرامل ومطلقات وتفريج الكرب والتشجير وبناء المساكن وترميمها وغيرها من هذه الأعمال. ربما أحدكم يسأل سؤال ويقول الجمعية الآن مايكي شغال يا مهندس، السبيكر راح. طيب أعمال الجمعية إحنا الآن تبرعنا شاركنا أنفقنا في حساب الجمعية المخصص الموجود أسفل الشاشة، هل ممكن أن نطلع على باقي التفاصيل؟ نعم، الآن في زمن الحزم والعزم وفي زمن المكاشفة والشفافية تستطيع أخوي وأختي بإمكانكم عن طريق جوجل تدخل موقع الجمعية وتشوف كل ريال وين صرف، زائد أن الجمعية حاصلة على الملاءة المالية أو المدة 3 سنوات، معناها أنهم منظمين جدا ونظامهم صح، في كل ريال يروح في مساره ومضانة الصحيحة. توكلنا على الله، والله اللي يقضي الحاجات عيد سعود وفهد عيان. شربنا ها نبي نسمع الأخبار. عندنا 17,000 سهم فقط ويكتمل هذا المشروع، وعلى بركة الله من يكون لها من يكون لها من يكون لها. وننتقل مبارك الأكلبي اليوم أنت يا مبارك، اليوم أنت يا فهد معيان. خلنا نسمع فهد مبارك الأكلبي مبارك أبو عبد الله أنت اليوم، وتحية مبارك الأكلبي لأنه قائد المجموعة هذه اليوم. شربل وقائد المجموعة هذه فهد معيان. يا سلام يا سلام الله ايوه عاشو. يا سلام يا سلام تشاهدونهم وكأنهم في المدرجات لتشجيع الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الحقيقة لا، هم يشجعون أنفسهم ويشجعون أهل الخير للدعم والتبرع لصالح جمعية عروة الخيرية من 300 ريال جمهورنا. نبي 17,000 نبي 17,000 واحد منكم اليوم، خلونا نوزعها بين الفريقين. فهد معيان قائد الفريق، خلنا نقول يا فهد انه 6500 سهم عندكم كمجموعه. مبارك الاكلبي انت وفريقك تبغون على الشاشه تتكلمون، تبغون في حساباتكم تتكلمون، المهم نبي منكم اليوم 6500 سهم. وش يقول فهد؟ باذن الله تعالى بجهود الشباب ناصر الحربي وعيد وسلمان ومساعد وبدر ان نقفل هذا 6500 اللي عندنا ونغلب ابن بخيتان وفريقه. يا سلام يا سلام يا سلام. تصريح شباب دقيقة تدرون الآن عبر اليوتيوب قلنا باقي 17,000 سهم صح؟ الآن على اليوتيوب 20,000 مشاهدة لهذه الفقرة. يا سلام الله الله حقكم ما تعرفوا تسوون زيهم ناصر شطارة مبارك لك نبي عندنا تصريح من قائد الفرقة نبي منكم يلا مبارك 6500 سهم والفريق هذا متشجع وروح. احنا نقول اولا باذن الذي امره بين الكاف والنون سوف نتم الاسهم وزياده كفو، ثم ثانيا بوقفه جمهور بدايه الجمهور الراقي الخيرين والخيرات بنكمل، ثم ثلاثه أيوة. بمتابعين وكل محب لاحد اعضاء فريقنا هذا الموقف الغصاب، بين عن حبك وفوز اخوياك وخلوا بعض الرجال يسرون من هنا وهم
ماكلينها بتبودهم. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب طيب اسمعوا شباب، اسمعوا البشارة الأولى. يقول 20 سهم، 20 سهم تبرع لمجموعة من المجموعات. يا ترى 20 سهم لمن؟ ال 20 سهم تذهب لصالح فريق فهد معيان. 20 سهم لفهد معيان. يا سلام، بداية خير. اجتماع بداية خير. اجتماع معاك. حلو. كم سهم؟ شو الرجال؟ كيف الرجال؟ خلص السهم. جميل جميل. سيرى الله سبحانه وتعالى منا صدقا في هذه الليله في اقفال هذا الوقت. يا رب وسنغلب الفريق الاخر وندعي الجماهير لاننا سنسبقهم الى الخير باذن الله تعالى. الله اكبر. شباب شباب اعطني سبيكر يا مهندس صوت عشان صوتي يوضح لهم. اذا ربع صوت اجتماع مغلق من مبارك الاكلوبي مع فريقه. يا ترى هل سيثمر هذا الاجتماع ام لا؟ نشاهد. للمعلوميه البث المباشر باليوتيوب الان وصل الى 25,000 مشاهدة، يعني معناها بأن نبي منهم ومن اللي يتابعون الشاشة 17,000 فقط من 300 ريال ويكتمل هذا الوقت. مبارك الأكلوبي بتصريحك لو سمحت تروح. 28,000 مشاهدة في بث اليوتيوب الآن في تصاعد وفي قوة. رابطة الأندية عندنا احنا خطوة عملية. خليك هنا عشان الكاميرا. معليش خطوة عملية عندنا يا فريقي. طلع الله الله حماس إثارة للخير قادمين. أربع فوق 28,000 مشاهدة. سنب ورنتم تصاعد. سنب سنب طيب. سنب الآن المتابعين خطة. شوفوا أحيانا يقولون يلا. ربما الرتم يلا. الهادي ولكن مع الذكاء الخارق متابعينا الأعزاء احنا في برنامج فوانيس الآن تغلب مصوته عالي ورتمه متفوق. اسمع مخرج مبارك الأكل بيتحدث عبر أسنابه. وادعموا المتسابقين وقدموا لأنفسكم وما عند الله خير وأبقى. سنب 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 كم ألف سهم؟ 1,200 سهم وما عند الله خير وأبقى. سنب هذا واحد بإذن الله اليوم الوقت بيض الله وجهه. الله يعافيك حبيبي. سنب سهم بدل 100 ريال في وقف الرحماء تفطير صائم ورعاية أيتام. نحن نخوض. سنبنا الآن سنبنا خلاص. يكمل الوقت. تحياتي وأشواقي لمن جمل حياتي وهؤلاء النجوم اليوم سيجملون حياة الأيتام هناك في عروة. سيجملون حياة الأرامل والمطلقات ومن لديهم كربة. فهد معيان تصله الأسهم وفريقه عبر رقم الجمعية الموجود أسفل الشاشة. جمهورنا اللي بيدعم الفريقين للخير صور الإيصال وارسل على رقم الجمعية وقل 10 أسهم سهم لصالح فريق مبارك الأكلوبي أو لصالح فريق فهد معيان. الآن الآن نسمع نسمع التبرعات من الفريقين. فهد معيان لك الكلمة. لن نرضى بسهم ولا بسهمين. أقل من 10 أسهم لا تجي. يا سلام يا سلام يا سلام. أقل من 10 أسهم لهم. طيب الآن مبارك الأكلوبي وفريق حسين لك تصريح لك تصريح في اللقاء. الآن 20 سهم راح هناك. وش بيقول له حسين؟ تقول يا بدر بحول الله وقوته بإذن الله يسيرها ملك الملوك. الرابط يا إخوان الرابط. من يحكم؟ سلمان تعال يا عمرو. سلمان دقيقة. صوت 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 يا شباب. يسيرها ويسرها. فيد الصوت الفريق الثاني حتى ينتهي حسين. طيب يسرها ملك الملوك من أمره بين القاف والنون من يملك الروح ويملك الجسد ويملك خزائن الأرض. جميل. إن الله يجيبها لنا. وإن الله يدحر العداء. كفو يا حسين تقول والطول شباب تعني. رجاء لكي الصوت يوضح للسادة المشاهدين إذا تحدث أحد الفريقين الآخر يلتزم الصمت. إذا جاء دورك احكي بيديك رجولك ولسانك وراسك. طيب جمهورنا الآن الآن نحن معكم. عدد المشاهدين عبر اليوتيوب الآن ازداد 30,000 مشاهد الآن عبر اليوتيوب. سؤال بس دقيقة 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 شباب دقيقة بس عشان يتضح الأمر لأني أنا ما أحب الكيني والميني ولا أحب الزيادة والنقص. أنا رجل صريح وواضح جدا. أقسم بمن أحل القسم بأن هذه المشاهدات حقيقية 100% ولم يتدخل فيها وهمي ولو نصف المئة حتى يتضح هذا الأمر. نعم طيب وافق الخطة يمشي ملكا. شباب أنت بس صراحة شباب والله المشاهدات هذه قليلة قليلة بيكون أكثر جمهور بداية. أنا أعلم وأنتم تعلمون أن يعني ما في ظني بيت إلا في من يتابع قناة هذا عبر اليوتيوب. أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله هذا على اليوتيوب معناها واحد في سيارته في محله في جالس في استراحة الشاشة ما عنده يتابع عبر اليوتيوب لكن الأساس في البيوت موجودة ملايين المشاهدات. إحنا اليوم نبي بس كم 17,000 سهم.
فريق فادي معيان اليوم عنده 6500، فريق مبارك ورفاقه 6500 سهم. ارسل الإيصالات على رقم الجمعية. وفي الآن خبر جميل جدا 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 مختص بهذا اليوم من باب التنافس فقط فقط فقط. الفريق الفائز سواء مبارك عفوا فهد أو مبارك المؤسسة الراعية ترسل لي الآن وتقول إذا حققوا الشباب اليوم، إذا حققوا الشباب اليوم الأسهم كاملة زين، فإن الفريق الفائز 30,000 ريال. يا ولد يا ولد يا ولد اشتغل. شباب شباب نكون في الجدية الآن. فهد معيان شباب الصوت صوت صوت يا مبارك الصوت رجاء خليكم معي. فهد معيان ورفاقه. نعم اخوان. طيب شغلوا مكيف لاني احتريت جد. احمد مكيف هو حماس صحيح. طيب فهد معيان رتبوا لنا فريقكم. انا اشكر عيد سعود لانه هو الان في العالم الموازي ما يدري هو معنا ولا في بيته في حائل. لا تحدانا عند الملاقى لا تحدانا. حلو جميل. شواشة شواشة شواشة. طيب شباب صوت 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 الصوت. شباب دقيقة في خبر مفرح جدا لأحد الفريقين. تم التبرع وإرسال الإيصال لجمعية عروة الخيرية عبر الرقم الموجود أسفل الشاشة، والتبرع هو 30 سهم لصالح فريق مبارك الأكلبي ورفاقه. 30 سهم لصالح مبارك الأكلبي ورفاقه. سلمان مايك. يا سلام الحمد لله. لبيك نعم. سام وان بغيتوا اسمع بالصمايل حنا اهل الصمايل يا فهد. كمل كمل يا فهد صوت اكبر عليك. الله فهد 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 غطر على المايك. ايوه مايك مقفل. بعيد بعيد. طيب ايه عد كلام. هذا خطيبنا ومنافرنا اذا نفضنا وشاعرنا عند قصيده سينزل بها مساعد. اسمعي مساعد عاد من الصدى والسبيكر يا مهندس الصوت. تبرعكم مساعد دقيقه. تبرعكم ارسلوا الايصال لرقم الجمعيه اسفل الشاشه وسجل اسم الفريق. في 30,000 ريال راح تروح اليوم للشباب. ممكن كل واحد يزيد 5,000 ريال في الوقف اليوم والاسهم الاعلى. هدوا شباب شباب. مساعد لك الكلمه تفضل سريع. ستة بيوت حلو. لا تسمح لي ابو عبد الله بس مغري ظالمني يلا طلع الفريق. خلاص 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 تعبني. يقول يلي بتحدى لا تتحدى. تحدى قدامك فريق فهد معيان. هلا عنا واللي يبغى التحدى هم منا. هنا هنا حلو حلو جميل. شكرا مساعد يا ابو عبد الله. يا ابو عبد الله هذه ابيات لكن ما بعد شكرا يا ابو عبد الله. هذه ما هي ابيات هذه كلمات متقاطعه يحلها في الجريده. جميل. طيب اسمع عندي تصريح. مبارك الاكلبي عندك تصريح. نعم. وقف الرحماء الايتام والارامل جمعيه عروه الخيريه. اقول 6500 سهم غرد ودندن. اقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نحن تشوفونا نستانس ونضحك وفرحانين. ترى فرحانين لسبب واحد لأننا واقفين في موقف بإذن الله تعالى أنه يرضي الله ورسوله. حنا واقفين الآن يا أخواني نجمع والله ما يدخل علينا ريال من هذا اللي نجمعه من حساباتكم إلى حسابات الجمعية. قدموا لأنفسكم يا أخواني. اليوم رمضان قدنا في ليل 9 ثلث رمضان انتهى واللي باقي سوف يمضي سريعا. حط لنفسك بصمة. سجل نفسك في لوحة الشرف العظمى مع المنفقين والمتصدقين والميدان يتسع للجميع. سواء صوتوا وتبرعتوا باسمنا ولا باسم فهد المهم نبغى كلنا نفرح بإتمام هذا الوقف اللي والله 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 إنه أكبر إنجاز لي والجميع أخواني والجميع من في هذه القناة. ونقول بيض الله وجه هذه القناة وبيض الله وجه ناصر الغامدي وبيض الله وجه كل من يدعم الأوقاف من يدعم الجمعيات. يا أخواني المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد
وهذه الفئات في مجتمعنا الفقير والمطلقة والأرامل والمساكين والطلاب والمعسورين من لهم بعد الله إلا حنا يا أخواني. وهذه الجمعيات كفتني وكفتكم هذا الهم وقطعت الشرها عنا، بتروح لهم وتعطيهم تبنينهم البيوت وتنفق عليهم وتدرسهم وتسكنهم وتعفهم عن سؤال الناس. هذه فرصة لي ولكم أن نبذل شيء ينفعنا يوم نلاقي الله سبحانه وتعالى. أدعوكم جميعا أنا وفريقي كلهم اللي تشاهدون، قدموا لأنفسكم الصدقة لكم أنتم. نعم نحن يمكن نشارككم لأن الدال على الخير كفاعله، ولكن والله لو ما نعلم من دعوانا هذه فيها خير لنا ولكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن الصدقة نور لك في الدنيا وفي الآخرة، وأن الصدقة ابن آدم في ظلها يوم القيامة، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأن الصدقة ما نقص مال منها بل تزده بل تزده بل تزده، والله يضاعف لمن يشاء. آمين رب العالمين. أبو عبد الله شكرا لك لهالكلام الجميل. جمهورنا الكريم حنا باقي لنا كم 17,000 سهم وزعناها اليوم 7,500 6,500 12,000 13,000 لا أكثر أكثر 7,500 7,500 8,000 13,000 جميع لا 8,000 16,000 8,500 عند فريق فهد ورفاقه 8,500 سهم عن طريقكم أنتم سيصلون بإذن الله. تبرعكم وإيصالكم ارسلوا على رقم الجمعية أسفل الشاشة، هم يتواصلون معي عبر الواتساب حتى نعلن. وقلت لكم في نهاية الفقرة سيكون هناك جائزة 30,000 ريال في حين ما يكتمل الوقت، ويكون الفريق الأعلى أسهما عن طريقكم أنتم، يعني تدعمونهم اليوم بالأسهم راح يأخذون 30,000 ريال. هنا 10 أسهم الآن تبرع وصلت من سناب واحد منكم، ويقولون حنا جايينكم من سناب حسين السرحاني. وينعم وينعم كابو يا حسين يا حسين نحن بقلب ما يحبك أنتم تابعين حيد العين حيد العين يا ناصر يا ناصر دقيق تعال يا ناصر حسين يتكلم يلا حسين خليك عندك شكرا حسين شاش شاش الرجال الصقر اللي جنبك ذا رب العرش العظيم بارك الملوك انه يقبلها امين وان يجعلها حجابا لمن دفعها عن النار عنه وعن والديه وذريته يا امين يا رب العالمين. الله يجعل محمد صلى الله عليه وسلم يناديه واغرم بها وحش انها قبلت وحش وان ساهمت في امتي الله اكبر امين نعم الله يتقبل من الجميع بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا الحصان والله ما يشوش الا الحصان حقك كابو تقولون وطنون جمهورنا اعطونا الاسهم وارسلوها عن اذنك دقيقه عن اذنك بارك الله لك عن اذنك سم عشان نريح جمهورنا شوي عندنا اهداء من عضونا معاذ للجمهور بيتين حلو عندنا حنا البلبل معاذ اهدي الجمهور سمعنا يلا سمعنا يا بلبل حنا عندنا المحزن مليان طيب ما عندنا الحمد لله فقر ولا عسر حط صوتي الاعلى حط صوتي الاعلى سماعاتنا طيب شباب شباب اسمعوني مهند الصوت اربع صوت سماعات عندي يا فاتن عيان بداتم في البدايه بحماس ورقص ولعب وكانما اراكم اليوم الان وكانما على رؤوسكم الطير هل خذلتم يا رجال هل خذلتم وفر لنا وعلينا ولكن ابشروا بالعافيه نحن ابشروا بالعافيه نحن الثابتون ويقول الشاعر فيما مضى زعم الفرزدق وان سيقتل مربعة ابشر بطول سلامتي يا فهد يا فهد يا فهد ابو عبد الله قال كلام بليغ يعني ايوه وابو عبد الله وابو عبد الله الحقيقه انه رجل مفوه ومن وجيه الرجال اللي يتحدثون بالحديث ما عليكم زور الجميل ما عليكم زور في مفصل ارفع ايديكم له يا اخويا ارفع ايديكم يستاهل يستاهل ما عليكم زور اي أيوة والله العظيم الان انتهت قاربنا على انتهاء العشر الاول من رمضان وصلنا للعشر الوسطى وسيمشي رمضان بسرعه البرق لأن هذا دليل على آخر الزمان وهذا حديث يعني واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة تسارع الزمان فلا يعني نشعر بأنفسنا إلا وقد كبر مكبر العيد وتوزعت الجوائز والله أنك صادق السؤال الأعظم هل سنكون ممن توزع جوائزهم نهار العيد يا رب لا نعلم نحن الآن نبذل الجهد نتصدق ونصوم ونصلي وندعو الناس إلى الخير لعلنا أن نفوز مع هؤلاء الناس نحن الآن أنا وفريقي كنا نضحك ونلعب ونهتف بالأهازيج حتى نجعل فيه شيء من المرح حتى نجعل فيه شيء من الفكاهة
حتى يعني نفرح الناس، حتى نصنع جو حماسة بيننا وبين إخواننا، ولكن الهدف واحد والغاية واحدة والوسيلة بإذن الله تعالى ستكون واحدة سواء عندنا ولا عندهم، ولكن نقول في خير أو في شر لن يقبل لن تصريح وما تصريح التنافس في هذا الخير جمهورنا شباب.